وحتى لا تدخل المدينة في حيرة من أمرها، خلية الأزمة في الديوانية تبقي حظر التجوال حتى 19 من الشهر الحالي، مع التجديد في إجراءات حظر المركبات في مداخل المحافظة باستثناء المشمولة بالعبور، وإصدار أمر بالدوام الجزئي لبعض الدوائر التي لابد أن تنفذ واجبات مهمة، ومنها الزراعة والتجارة والتربية. قرارات اليوم هو الاستمرار على الحظر لغاية يوم 19 مع تجديد الإجراءات على حدود المحافظة حتى الطرق النيسمية. أعطينا صلاحية لمدراء الدوائر اللي محددة في قرارنا، تعرفون الزراعة والتجارة لأنه إحنا عندنا حصاد. كما أنها أعلنت بشكل رسمي عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وكل المشتبه بها خلال الأيام الأربعة الماضية كانت سالبة. واستدركوا بالحديث عن سير التحقيق بحادثة المتوفي في قضايا عفك التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الشارع، وأكدوا قرب إعلان نتائج التحقيق. اليوم التاسع من آخر إصابة، لم تسجل أي حالة موجبة، وإنما جميع الحالات التي يتم إرسالها سالبة. لمدة أسبوعين متتاليين عدم تسجيل إصابة في مدينة في ظروف طبيعية، لو كنا نملك جهاز الـ PCR طبعا، لو كانت حدودنا مثلا مغلقة مثلا خلينا نقول بنسبة 100%، خصوصا أنه مدينة الديوانية لديها حدود زراعية في مناطق كثيرة في عدة مدن، فمن الصعب السيطرة ومن الصعب التكهن بالأمر إلا بعد مرور الأسبوعين. قيادة الشرطة وضحوا الموقف الأمني بتسجيل مخالفات كسر الحظر من قبل أصحاب المركبات التي تجاوزت 3000 مخالفة، وأخذ تعهدات منهم بعدم تكرار الأمر، مع إعطاء فسحة للمواطن بالتبضع أو قضاء حاجة معينة لساعتين في اليوم. 4600 حالة صارت عندنا بالمرور بين غرامة وبين حجز صارت عندنا. بالنسبة للإجراءات الأخرى، بالنسبة لحظر التجوال أخذنا عليهم تعهدات خطية، يعني ينمسك المخالف نأخذ عليه تعهد خطي، وبالتالي جاي نوصل بال يعني بإجراءاتنا ما يخص حظر التجوال نصل به في بعض الأحيان إلى 100%. ننطي مجال للمواطن سواء بالتبضع أو قضاء حاجات أساسية، يقول لي مثلا في هذا المكان أنطي مساعدة لساعة أو ساعتين، أنا أنطي مساعدة لساعة أو ساعتين وبعدين نرجع نشدد حظرنا. مؤتمر لم يأتي بجديد مع التجديد بالالتزام بالحظر الصحي وإرشادات الوقاية، مع أمل بالوصول إلى نهاية فترة الحضانة بعدم تسجيل أي إصابة، والتفكير بحلول لأصحاب القوت اليومي تتلائم والحظر المفروض. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.